صباح النور سمر لألك ولأستاذ سيرج. رح نبدأ الجولة مع صحيفة الأخبار يلي عنونت اليوم لبنانيان ذبحا علي السيد. توفرت لأجهزة أمنية رسمية معلومات لا تقل خطورة عن الذبح بحد ذاته، فبحسب هذه المعلومات أن اثنين من المشاركين في جريمة قتل الرقيب علي السيد لبنانيان، بينهما الملثم الذي ذبحه بالسكين. وتشير مصادر أمنية إلى أن الذبحين من منطقة الشمال، وسبق لهما أن التحقا بداعش ويشاركان في القتال في صفوفه، وتكتمت المصادر الأمنية على هوية المجرمين. في السياق ذاته تقول الأخبار أن وسطاء ينتظرون وجهات خاطفة وصول موفد من دولة قطر إلى جرود عرسال قريبا لمقابلة أحد المندوبين المكلفين التفاوض من قبل تنظيم داعش. وفيما لا يزال التنظيم يهدد بقتل جندي ثان، أشارت المعلومات إلى أن الموفد القطري يريد إقناع التنظيم بالحفاظ على حياة العسكريين المخطوفين لديه في مقابل ضمان الوفد الإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين وإخلاء سبيلهم لاحقا في مهلة قدرها شهران أو ثلاثة. من صحيفة الأخبار ننتقل إلى النهار وما كتبته زميلة كلودات سركيس. كشفت مصادر وزارية أن جهودا كبيرة تبذل في الداخل والخارج لحل المشكلة، وقالت إنها من خلال معطياتها لا ترى إلى الآن عملية تبادل، وتعول على التحرك الثنائي الذي يجريه رئيس الحكومة توصلا إلى توافق ما. وتعتبر المصادر أن الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى توافق سياسي من الدرجة الأولى، ولكل خيار تبعاته على كل القوى السياسية تحمل مسؤولياتها، فعملية التبادل هي مسؤولية الجميع والعكس صحيح. مصادر النهار ترى أن توفير عامل التوافق السياسي حول هذه القضية يمكن أن يؤدي إلى مخرج قانوني بإصدار مجلس الوزراء عفوا خاصا موقعا من رئيس الحكومة والوزراء، باعتباره يقوم حاليا ومجتمعا بصلاحية رئيس الجمهورية. وإلى الجمهورية ومقالة جوني منير عرسال تحت المجهر الدولي. يتصاعد القلق من المخاطر الأمنية في لبنان، وقد أوعزت العواصم الغربية الكبرى لطواقمها الدبلوماسية بمتابعة دائمة ودقيقة للمناطق الخطرة في لبنان خصوصا في عرسال. ولذلك مثلا هناك تنسيق دائم ومفتوح بين سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا المعتمدين في لبنان، إضافة إلى درس الوضع في البقاع الشمالي انطلاقا من احتمالين مقلقين. الاحتمال الأول بحسب مقال منير هو ناتج عن احتمال فرار عناصر داعش بأعداد كبيرة من الداخل السوري بعد بدء العملية العسكرية إلى جبال القلمون، حيث المسارب مفتوحة وسالكة، ومن هناك إلى الداخل اللبناني عبر عرسال انطلاقا من قرار داعشي بإحراق المنطقة كلها عندما تبدأ الحرب المفتوحة، سبيلا للضغط على التحالف الدولي لوقف ضرباته الجوية، ما يستوجب تنسيقا ملزما مع النظام السوري لسد هذه المنافذ من خلال الاستهداف الجوي. أما الأمر الثاني وهو أنه حتى ولو نجحت الرقابة الجوية في منع الانسحاب الداعشي في اتجاه القلمون، فإن البرد القارس الذي يترافق مع بدء فصل الشتاء قريبا سيجبر المجموعات المتطرفة على الانكفاء في اتجاه عرسال ومخيمات اللاجئين السوريين، مع ما سيعني ذلك من فتح أبواب المواجهات الواسعة. من مقالة جوني منير في الجمهورية إلى صحيفة الاندبندنت البريطانية، تنظيم الدولة الإسلامية أصبح ما يشبه بالدولة فعلا، إذ يسيطر على منطقة ذات مساحة واسعة وله اقتصاد تموله أموال الفدية والبترول، كما أن له مقاتلين فيما يشبه الجيش. يرجح خبراء بارزون أن التنظيم صار يسيطر على مناطق بحجم بريطانيا ويحقق مكاسب يومية بقيمة 600,000 جنيه استرليني من مبيعات البترول وأموال الفدية، إضافة إلى التمويل من بعض الجهات، ويصل عدد مقاتليه إلى 10,000 شخص. وبحسب ماثيو أولسن المسؤول الأمريكي البارز في مجال مكافحة الإرهاب، فإن تنظيم الدولة الإسلامية منظمة خطرة للغاية تعمل في جزء من العالم تعمه الفوضى. و الزعيم الجديد للحركة الجهادية العالمية، أو يعتبر نفسه الزعيم الجديد للحركة الجهادية العالمية. ويضيف هذا الخبير أنه رغم قوة التنظيم كجماعة لا يمكن اعتبار أنه لا يقهر، فمن الممكن إنزال الهزيمة به عبر تحالف يشمل الشركاء الدوليين.
ومن الاندبندنت البريطانية إلى صحيفة الشرق الأوسط، أشارت مصادر في الخارجية الأمريكية إلى محادثات مستمرة ومكثفة مع كل من السعودية ومصر ودولة الإمارات حول كيفية مكافحة تنظيم داعش، وينتظر أن تبحث قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تنعقد اليوم في ويلز غربي بريطانيا سبل مواجهة داعش. وأكد مسؤول رفيع المستوى في الناتو أن القمة هي فرصة لتبادل التقييمات حول ما يحدث على أرفع مستوى بين الدول الأعضاء وبدء رسم توجه ورؤية دولية حول مواجهة داعش، وأضاف هذه فرصة لتبادل وجهات النظر وهناك أفكار مختلفة حول ما يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي. ومن الشرق الأوسط إلى صحيفة السفير والمحليات اللبنانية، اخترت لكم من السفير مقال الزميلة ملاك عقيل، تؤكد معلومات أن الاسم البديل لدى ميشيل عون عن ميشيل عون هو في طور التداول الجدي. المفتاح الأساسي أن هذا المرشح أو غيره لن يحمل لقب الفخامة من دون أن يكون جنرال الرابي عراب عملية انتخابه وتكريسه رئيسا بمواصفات وطنية مقبولة. المسألة مسألة وقت فقط. هذه الأجواء تتقاطع مع معطيات تفيد بأن الانتخابات الرئاسية ستسبق حتما أي انتخابات نيابية التزاما بجدول الاستحقاقات العالق، وهما أصلا مساران منفصلان عن بعضهما البعض. وانتخاب الرئيس قد لا يعني بالضرورة قطع الطريق على التمديد لمجلس النواب، فالتمديد المؤكد برأي أوساط متابعة يحتاج في نهاية المطاف إلى وجود رئيس جمهورية يوقعه ويطلب نشره. ونختم الجولة مع صحيفة الحياة. فاليري تنتقم من أولاند وتكشف أسرار خيانته بقلم رندا تقي الدين من باريس. لم يكن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بحاجة إلى الصاعقة التي هزت باريس أمس مع الإعلان عن صدور كتاب لصديقته السابقة فاليري تريير فيلير، تكشف فيه تفاصيل علاقتهما الغرامية وظروف انفصالهما. ويعاني أولاند أصلا من مشاكل سياسية جعلته أقل الرؤساء الفرنسيين شعبية. توقع المعلقون الفرنسيون أن يؤثر الكتاب سلبا في صورة أولاند المتدهورة أصلا، على رغم أنه لا يحتوي على أي أسرار رسمية، مع أن بعض الوزراء سارعوا إلى الدفاع عن رئيسهم، بينما رفض مكتب أولاند في الإليزي التعليق. أما فاليري فقالت أنها لا تريد عطاء مقابلات صحفية ولا القيام بحملة إعلامية لتسويق الكتاب، لكنها أرادت إظهار ألمها لأنها عاشت في عزلة خلال سنة ونصف السنة في الإليزي. بها الخبر بختم الجولة مشاهدينا، برجع لعند سمر.